الكوكب المائي أو المحيطي، واسمه العلمي هو GG1214b. سنة 2009 في ولاية أريزونا الأمريكية تم اكتشاف كوكب جديد على يد فريق من العلماء. هذا الفريق يقودهم ديفيد شاربونو. تم تسمية الكوكب الجديد ب GG1214b. يبعد هذا الكوكب عن الأرض 40 سنة ضوئية، حيث اكتشف فريق من الباحثين أن هذا الكوكب يدور حول نجم أحمر ذو حرارة أقل من الشمس. حجمه صغير، فإذا قارناه بالأرض فقطر كوكب GG1214 بأكبر من قطر الأرض بمرتين ونصف، ومساحته حسب قياس هاربس فهي أكبر بحوالي 5.5 إلى 7.5. الغريب في هذا الكوكب أنه بعد أبحاث وملاحظات ورصد مجموعة من العلماء تحت قيادة الباحث زاشوري بيرتا من معهد هارفارد سميثونيان للفيزياء الفلكية على مدى شهر للكوكب GG1214b، اتضح أن هذا الكوكب مغطى بالمياه بشكل كامل، حيث يتكون من 75% من الجليد و25% من الصخور والمعادن. وبناء على هذه المعلومات فبحار هذا الكوكب ستكون